فضيلة الشيخ، ما حكم من أنكر أن الصرع قد يكون من الجن؟ إيش؟ أن الصرع قد يكون من الجن. إيه. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: إن الذين ينكرون صرع الجن جهلة، ليس عندهم علم، وإنما علومهم علوم مادية، وأنكر هذا إنكارا شديدا، وقال إن الصرع نوعان: صرع من الجن، وصرع لاختلال الصحة من الأعصاب. وما قاله هو الحق، لأنه قد تواتر أن المصروعين بعضهم يتكلم الجن الذي فيه ويخاطب القارئ. وذكر قصة عن شيخه الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه أتي إليه برجل مصروع وجعل يقرأ عليه على المصروع ويخاطبه الجن، تخاطبه الجنية في الرجل، جنية قد أحبت الرجل هذا ونزلت في جسمه، فيعظها وتقول: أنا أحب الرجل. فيقول لها شيخ الإسلام: هو لا يحبك. وهو صادق، هو لا يحبها بلا شك. وأبت أن تخرج، فجعل يضربها شيخ الإسلام، يضرب الرجل وهو في الحقيقة يقع على الجنية التي فيه. يقول: حتى كلت يده من الضرب، والمصروع لا يحس. فقالت له أي الجنية للشيخ الإسلام ابن تيمية: أنا أخرج كرامة للشيخ. قال: لا، لا تخرجين كرامة لي، أخرجي طاعة لله ورسوله، لأن الله ورسوله يحرمان الاعتداء على الناس. فخرجت. لما صح الرجل قال: ما الذي جاء به إلى حضرة الشيخ؟ ما أحس. أتى به أهله إلى الشيخ وقرأ عليه وضرب الجن وهو لم يشعر. قال: ما الذي جاء به إلى حضرة الشيخ؟ فالمهم أن الصرع نوعان: صرع من الأعصاب، وهذا يعرفه الأطباء ويمكن أن يتصرف فيه ويشفى بإذن الله، وصرع من الجن، وهذا يشفى بالقراءة. وكم من إنسان يقرأ ويكون عنده قوة عظيمة، حتى إن الجن يصيح ويقول: فكني فكني، ولكنه إذا داوم عليه بالقراءة خرج. وقد يعود إذا مات القارئ الأول، كما يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كان يقرأ على مصروع فخرج الجن منه، ولما عاد، لما مات أحمد، جاء الجن ودخل في مرة ثانية، وجاء القارئ يقرأ بالآيات التي كان يقرأها الإمام أحمد، وأبى الجن يخرج، أبى، وقال له أي الجن قال للقارئ: القراءة هي القراءة، لكن القارئ غير القارئ. وأبى أن يخرج. نعم، بعده. فضيلة الشيخ، ما نصيحة؟ يا أحبكم بارك الله فيكم، حتى تسلموا من شر هؤلاء الجن المعتدين، أحثكم على أن تحرصوا على قراءة الأوراد القرآنية والنبوية، ومنها قراءة آية الكرسي، معتقدا أنها أن الله يحفظك بها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من قرأ في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. ولما غفل الناس عن الأوراد الشرعية كثرت فيهم الجن الآن وتلاعبت فيهم.